نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى روح جميع عباد الله الصالحين ومشايخنا بالدين وذوي الحقوق علينا كبير عيدي بن أدم بالنية أن الله يغفر لهم ويرحم جميع المؤمنين والمؤمنين والمسلمين والمسلمين شيخ لله الراحم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم أوفق ولا ذلك منا إليه واجعله نورا يسعى ويتلأ له بين يديه اللهم اجعل ثواب ذلك عفقا له من النار ونجاة له من النار وسلامة له من النار وفكاكا له من النار وفداء له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل جنة مثواه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره قبرة من قبر النيران اللهم وسع له في قبره وجاف القبر بين جنبيه اللهم إن كان محسنا فزد بإحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والبركة والنور